فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. تفضل شيخ. هذا الحديث حديث عظيم في التأقيت والتوقيت في هذه المسألة، وهي مسألة المسح على الخفين، هل هي مطلقة، هل هي مؤقتة، وهل التوقيت له تأقيت أم لا. المسألة على أقوال ثلاثة، قول يقول أنها على الإطلاق، وهذا نسبوه لعمر بن الخطاب، ونسبوه أيضا هو قول مالك، وأتوا له بأحاديث أبي عمارة وغير أبي عمارة، أحاديث كثيرة على ذلك، وهي أحاديث باطلة موضوعة لا تصح بحال من الأحوال. ومنهم من قال بالتأقيت، فمنهم من فارق لم يفارق من المسافر والمقيم، والقول العدل هو قول جماهير أهل العلم الذين قالوا بأن المسح على التأقيت، والتأقيت هذا جعل الله له حدا، أو جعل له النبي صلى الله عليه وسلم حدا أن يمسح المقيم يوما وليلة، وأن يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. إذن فرق بين المسافر وبين المقيم، المقيم يوم وليلة، والمسافر يعني ثلاثة أيام بلياليهن، وما ذلك إلا لأن المقيم يسهل عليه الخلع ويسهل عليه الغسل ولا يشق عليه، المسافر قليل المشقة، المسافر هناك مشقة تشق عليه، هناك مشقة للمسافر. لذلك العلماء يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق من أجل أنه قال السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، إن كان السفر قطعة من العذاب أو السفر قطعة من العذاب فالتيسير موافق لها، لأن شريعتنا الغراء لا تترك حرجا ولا وترفع الحرج الذي يقع على المسافر، لا ترفع الحرج عنه، ترفع الحرج عنه. هم يقولون هل توقف البث ولا لو احد ينظر كده؟ شغال حسام البدري؟ فين انت عايز تضرب حسام البدري؟ تعال له حسام، اتيتنا بيه، تعال لي. هو شيخك هو اللي جاب لك الضرب، اين كنت امس حبيبي؟ ماذا قلنا نحن؟ ها ما عرفت شيء؟ انا مش سامع صوتك، يبقى تسيبه. اتتخير غير خيار النبي؟ تتخير غير خيار النبي؟ قال إنما بعثت معلما، صح، اجمع بين الاثنين. تفضل اجلس. اتقطع أخونا المغربي سامي هذا اللامع، قال مزيان. طيب الأستاذ الكريم الكبير المخرج الرائع، مين هو؟ الشيخ الناس بيقولون بس ممتاز اهو برضه. طب ما احنا بنبث من عندنا من مصر، انت يا ابني انت مروح، احنا بنبث من هنا، هما بيستقبلوا. حق الكلام ده؟ عامة القول الثاني والقول الصحيح السديد، وقطع يوما وليلة المقيم لم يصل عليه الغسل والخلع ولا يشق عليه، ولما كان السفر فيه المشقة كان المناسب لها التيسير،
لرفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كلما حيثما كانت المشقة كان التيسير، لأن الله جل وعلا قال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر في هذا الباب. فإذا التوقيت وقت للمقيم يوم وليلة. الخلاف أيضا ورد عن العلماء في المسح، متى يعد توقيت المسح الوقت هذا متى يعده؟ فبعضهم يقول عد التوقيت من الحدث والصحيح أن عد التوقيت ابتداء يكون من المسح بعد الحدث، لأن كل الأحاديث التي جاءت، وهذا رجحه نووي وغيره، كل الروايات التي جاءت منوطة بإيش؟ بالمسح، منوطة بالمسح. فيوم وليلة من يوم أن مسحت احسب، مسحت الظهر فأنت اليوم التالي الظهر عليك أن تخلع وتجدد. على عدم النص الصريح في هذا، المسألة اجتهادية، عدم النص الصريح في هذا. نعم ماشي تفضل. في السفر القصير امسح ثلاث ايام، في السفر القصير قال بعض العلماء انه يمسح ثلاث ايام بالليلين، لان الاصل في ذلك التيسير في هذا الباب. وانا ادين الله بانه لا مسح ثلاث ايام الا بالسفر الذي فيه قصر الصلاة. يصلي لا، لما فرق بينهما بالتقييد، فرق بينهما بالتقييد، جعل هذا يوم وليلة، جعل هذا بين التفريق هو الآن، فرق بينهما بالتقييد. إنما السنة على التساوي، فلما فرق بالتقييد عرفنا أن المسألة مختلفة. لذلك أنا نقول أنه ذات أهم بالأهلنا إذا كانت مسافة القصر. نعم نعم شيء نكمل بس نكمل، جزاك الله خير. نعم، فيكون في هذا الباب هو التيسير بأن ثلاث أيام بلالهن للمسافر من أجل رفع المشقات. وهذا الحديث أيضا يحوي لنا قاعدة أصولية من الأهمية بمكان، وإيش هذه القاعدة الأصولية التي يحويها هذا الحديث العظيم؟ جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام بلالهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وقت له يعني في المسح على الخفين. ها وإيش القاعدة الأصولية هنا؟ ماشي، الأصل في الرخص التأخير جيد، جيد بس ليس تهديداتي ولي ذلك إنها جيد. ردرانك أوصال أحسن الله عليكم. وش؟ يعني ممتاز، هي أقرب ما تكون لهذا. ماشي ماشي، ممتازين والله، هذه أشياء جيدة جدا، ممتاز. هو حقيقة الأمر إنها اختلاف الأحوال يؤدي إلى اختلاف الأحكام، اختلاف الأحوال يؤدي إلى اختلاف الأحكام. حال الراحة ليس كحال المشقة، حال الحضر ليس كحال السفر. المسألة الأخيرة تعدي الحكم لغيره، مع أن القاعدة ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، والرخص لا تعمم. الحمد لله، هذه من الصلاة. والله ما رأيت السؤال الباقيات الصلاحات، أعتذر. أوه أحسن الله لك، الحمد لله. والله لم أرى أي سؤال، والله لم أرى أي سؤال، يعني أنا ما الذي يجعلني لا أجيب؟ أعيد السؤال الآن، أراه وأجيب الآن، أعيد السؤال الآن. إذن أقول مسألة القياس، قالوا وصاحب وصاحبة الخمار، رحمكم الله، صاحبة الخمار والجوارب، طبعا الجوارب يدخل في هذا الباب، والعمامة أيضا يوقت لهم. نادر تأخرت يا نادر، في نهاية الدرس الآن، لما من الذي أخرك يا نادر؟ نصير
حفظك رب. جزاك الله خير. أنا معي. جزاك الله كل خير. حفظك رب. ماشي. جزاك الله خير. أنا آسف. نعم. رضي الله عنك. نعم. السفر طويل والسفر قصير مش فاهم. السفر طويل والسفر قصير انتهى. وقولها لك. فقالوا بالتوقيت في العمامة للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بالليلين. وحقيقة الأمر المسألة تختلف إذا الخمار والعمامة بدل عن أصل ممسوح فتساوى فاختلف عن المغسول. فلا يتعدى الحكم بالتأقيت على الخمار وعلى العمام. الفوائد المستنبطة: سماحة الشريعة كلما ضاق الأمر اتسع. اشرق الشمس أتت، هناك من يمسح وهو في البيت، ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ لا عليه شيء، له أن يمسح طالما لابس الجورب على طهارة، له أن يمسح يوم وليلة. وحتى الخمار لو لبسته لا تمسح عليه، لأن الخمار يسهل إيش؟ خلعه. نعم. يبقى الفائدة الأولى سماحة الشريعة على التيسير. السؤال الثانية المسألة، الفائدة الثانية اختلاف الأحوال يلازم اختلاف الأحكام. الفائدة الثالثة النبي مشرع عندما يقول بذلك بهذا الحديث، لأنه قال شرع رسول الله أو وقت رسول الله، فكأنه إيه؟ ها؟ وقت فنقول له وقت وحيا نقلا، إنما على رسولنا البلاغ. هذا محكم. إنما أسلوب حصر وقصر، إنما أسلوب حصر وقصر. أما امسح يومك وليلتك من ساعتك، أنا ما أعرف حديثا قط عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. الخمار يصح خلعه في البيت، هو إيش الحاجة له في البيت؟ يقولون يصعب نزعه، وش يصعب نزعه في البيت؟ هذا في البيت واجب نزعه، واجب نزعه. لا ما يقل الأجر، بل الأجر كما هو لا يقل. طيب، إلى الجرح والتعديل. كان كما قلنا الآن نحن على مشارف التطبيق العملي، سنأتي بالرواة عشان تتعلم كيف، حتى وأتيكم بكل راوي، أأتي لك بحديث من أحاديثي وأبين لك كيف حكم العلماء على الحديث لتعلم ذلك. لكننا قبلها لابد من محاضرتين في الكلام على، وهذا الكلام أكثر منقول من التنكيل. لمن التنكيل يا أستاذ حكيم؟ المبتدعة. أنا لو كنت أموت أفضل لي من أسمع هذا الكلام. التنكيل للمبتدعة، التنكيل للمبتدعة، رد على المبتدعة. أنت كمان بتدلس علي، شوف أهو، شوف أقول لك أنا ما بسمعش السؤال. يعني جبت شفت؟ الشيخ ده تدليس رحمه. ده زيادة في تدليس أحمد. ممتاز. المعلم اليماني، وهذه المعلم اليماني، هذا رجل فحل اليمن، فحل اليمن هذا الرجل. يعني هذا كان يقولون عليه ذهب الزمان، رجل سبحان الله، وكان دينا متواضعا. يقال إن الشيخ أحمد شاكر
ذهب إلى المكتبة التي كان هو رئيسا فيها، فأخذ يطلع، وكان يقصد الشيخ أحمد شاكر لقيا اليماني، الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني، فقدم له الشاي وشرب، انتهى يعني، بيسأل من ما اسمك أو من أنت، قال فلان، فوجده المعلم اليماني هو الذي عمل الشاي للشيخ أحمد شاكر، هو الذي قدمه للشيخ أحمد شاكر. شوف العلماء وكيف، ولذلك أعلى الله ذكرهم. لما تيجي تتكلم عن عالم فحل مثل هذا، هذا فحل اليمن، مفخرة أهل الإسلام. فنسأل الله أن يخلف على الأمة خيرا، اللهم أمين ربنا، ويجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من تكلم في مثل هذا الرجل، في اليماني، في أحمد شاكر، في الألباني، اتهموا على الإسلام، اتهموا على الإسلام. خارج البيت إيه يا بنت الحلال؟ أنت سمعتي من أي أذن؟ نحن قلنا إن الخمار سهل خلعه خارج البيت؟ في حد سمع ذلك؟ ما في، حتى الحيطان ما سمعوش ذلك. أنتوا تقلبوا ما تريدون؟ إحنا قلنا خلعه في البيت أيسر ما يكون. يجوز يجوز المسح على الجورب المخرق. نتكلم اليوم على نهاية المسألة في قواعد الجرح والتعديل. السفر الطويل هو السفر الذي فيه مسافة 4 برد 70 كيلو. السفر القصير هو أقل من ذلك. تمسح فيه شوف من أول يوم يمسح. أداي يمسح فيه 3 أيام من اللي هنا. الفرق بين السفر الثاني أقل. السفر الثاني لا ملوش غير يوم وليلة فقط، لأنه ينزل منزلة الحضر. عشان هو أقل في المسافة. نعم. أنا هذه الورقة غيرتني وأزعجتني. الذي لا يعرف فضل شيخه ومقام شيخه، أنا أقول لا يستحق الحياة. هذا خذلان ليس بعده خذلان، وتغيير يعني أو سوء الأدب مع شيخ فاضل يعيش لله جل في علاه، ويعطي مهجة قلبي ووقتي وحياتي للطلبة، وهو معهم كأبيهم وكأخيهم وكابنهم، ثم يأتي من يسيء إليه. طبعا أنا يشفع له الآن ما أن يقول أنا أخطأت في حق شيخي وأريد أن أعتذر له علنا، هذا على الأقل فرج عني. بالذات فضيلة الشيخ محمد من الناس الذين عاشوا لله، أحسبك ذلك ولا حسيبه، أنا ما أريد أن أقطع العنق، وحياته كلها يعني مرهونة برضا الله جل وعلا والعمل له، ثم بعد ذلك يساء إليه بدل ما يشكر. يعني بدل الشكران يكون النكران، هذا لا يرضي الرحمن بحال من الأحوال. وأنا أعتذر، سأستأذن شيخ، أنه يعني ما أدري هذا اللي وصل إلي في هذا الباب، أنه في أخ يعني أخطأ في حق شيخي، وأنا ما أرى إلا ذلك، يريد أن يعتذر له علنا أمام الناس. أنا أسمح بذلك، فلو كان حضرتك تسمح بذلك ها أنا أستسمحك أن تسمح بذلك. يعني هي المسألة معك، أنا بجرك عشان أعرف خلاص، هي معك. هذا يظلم قلبي، يتعبني جدا، الذي لا يعرف يعني رجل لا ينام لا يأكل، يعني ما يعرف له قدره، هذا سوء أدب كبير جدا. عمتا نشفع للأخ إن شاء الله، أننا لسنا ملائكة نخطئ نصيب، ولكن لابد من الاعتذار علنا. أشكر له أنه طلب هذا وأنا معه، فليفعل ذلك. أنت قم. أول نعرف فضل شيخك وقله الآن، ثم اعتذر له. أنا لا أصدق أنك تقع في مثل هذا، لا أصدق. بس كده آسف. ها هو في منزل، هو فوق أبيك، هو يقدم على أبيك، أبوة العلم تقدم على أبوة النسب، وأبوك له الوقار والاحترام، وأن تكب على رجلي تقبل على رجل أبيك لك ذلك، وهو مقدم على أبيك، مش تفعل هذا، كيف يكون؟ كما قلت النبيل ليس الذي لا يزل،
لكن النبي الذي تزلى اعترف فاستغفر الله اولا ثم بعد ذلك يعني استسمح من اخطا في حقه. اخونا الفاضل طبق وقال الستر اولى، قلت نعم وربي لولا انه قال اريد ان اعتذر علنا، الورقه ورقاتها هي، قال اريد ان اعتذر لشيخي علنا ولانه اخطا علنا، اعتقد يقال اخطات علنا صح، هذه الورقه يعني هو الذي قال بذلك، ما ادري ما اقول. لا تقول لي ان انت حضرتك كنت في الشادر بتعمل القهوه للمعازيم، قصدي للمعزيين، الورقه هذه هي يعني اراد ان اعتذر علنا، فلذلك الستر اولى نعم رضي الله عنكم، لكن هو اراد بذلك يعني، وانا وافقت. لما وافقت انا للفضيحه؟ لا، لامور. الامر الاول ان يعرف ان النبي اذا زل فضله ان هو يعترف ويرجع. الامر الثاني التاسي به، ان اللي يخطئ ويفعل ذلك ياتسي به ويقول هذا ادب جم مع شيخي، وحتى لو اخطا ويعرف. والامر الثالث معرفه كرم الشيخ والعفو عمن اخطا. الامر الرابع هذا لابد ان يكون نكايه فيما في الصدور، من يعني تهيجه نفسه او يعني تهيئ له نفسه ان هو يخطئ في حق شيخ، بشاعه المساله. نعم هي شجاعه منه، وانا لذلك انا كنت متضايق منه جدا، اظلم قلبي، لكن لما قال وانا اريد اعتذر علنا يعلم الله انه مرفوع الهامه امامي الان وعلى راسي اضعه، لان النبي ليس الذي لا يزل، لا، النبي الذي اذا زل ورجع يرجع. الرجل ما رجع هو علم انه اخطا في حق شيخ، وده جرم كبير، ده خذلان، ولو استمر عليه الخذلان يكون اعظم عليه. فانا ما عندي غير ان انا لن اشكر لك حتى هو يعفو عنك. قل لي عفوت، قل لي عفوت، الحمد لله، وانا اشكر لك هذا النبل وهذا الخلق الحسن. والذي لا يفعل ذلك انا ما اراه الا اذا اصر على خطئه في شيخي دون ان يملا الدنيا اعتذارا خسيس، لان الذي لا يعرف الفضل اهل الفضل ليس من اهل الفضل. رضي الله عنك وغفر الله لي ولك، واشكر لك فضلك، انت رجل حريص ورجل لك ما لك من الادب، فلا يمكن ان يخرج منك ما يكون اساءه لشيخك الذي ربى فيك ورب قلبك وتوضأت به، يعني انضبط الوضوء عندك وفهم الصلاه به، صح ولا لا؟ ودي اعظم اركان الدين. فاحفظوا لعلمائكم فضلكم، واحفظوا لعلماء فضلهم، واحفظوا لعلمائكم مكانتهم، واحفظوا ان طوق النجاة منوط بهم، وان الله يكرمكم بوجودهم. رضي الله عنك، تفضل. شيخنا بارك الله فيك، انا احق بذلك من الشيخ احمد وجد والله، وانا حتى اعبر من الخسه، فانا انت سعيدي، لا انت غير مكلف عندنا. والله لكن انا اريد ان اظهر من القصه والله. والله انا شايف ان انت اصلا غير مكلف، صدقني. فالمسألة نادي زادكم الله نبلا، الله اكبر، رضي الله عنك. شيخ محمد حق له، حق له. ابو داود اقسم علي نخرج لسان، اتقي الله. خلاص تفكروا قطار، تفكروا قطار. زادك الله صعيدية، زادك الله نبلا. اللي وقف انا اعرف، انا حتى انا ذهلت لما قام، انا حسيت غيره سيقوم فما قام. شوف المنصوري هذا الولد صراحة، أبو تيمية، ونضرب فيه ويتأدب صراحة، الولد هذا نشهد له بالأدب، الله يرضى عنه يا رب، وذكي جدا وغبي جدا، في مرات بيطلع طلعات أنا هتجن، وبعد كده لما بتغلق عليه في شيء بقى بيكون فقده، عشان كده ده بيروح. إيه هو؟ يعني ممكن بقى شيخه يجلس ما يعرف إيه الخصوصية اللي في دماغه بتخليه ينزل النزلة ديت، لكن هو مؤدب جدا صراحة، رضي الله عنه. أسأل الله أن يزيدك أدبا. والله أنا قلت للشيخ أمس، يعلم الله، قلت لك أن تسعد بنوابغ، قلت لك لقمان لو نسي الشيخ صح، وأقرني وقال لي أدب الراقي وصح كده، فأنتم أهل فضل. لا أحمد مؤدب ومهذب شيخ، وهو شوف الرجل إيش فعل،
شهادة حق له قال ما رأيت يعني شيئا معوجا فيه إلا خطه. وده دي ده مدح ابن تيمية، خطه ما كانش ترى ابن حجر، كان الشيخ مصر بن غرب بلاد مين يقول لي ما بيرفعش القلم ماشي كده خريطة. فقال ده أي نسخة، أي نسخة بخط ابن حجر ما حدش هيقرأها غير شيطان، يقعد بقى يقعر ويجيب. فأنا كنت بشتغل في التحقيق مع هنود كانوا بيقرأوها كده يا شيخ الكتاب، عشان الفلفل بياكلوا فلفل بالأكل مش أكل بالفلفل، طعام فلفل بالطعام مش طعام بالفلفل. رضي الله عنكم جميعا وأحسن الله عليكم، إني أحبكم جميعا في الله. طب إلى قواعد الجرح والتعديل، قلت أكثرها مأخوذ من كتاب المعلم الياباني. الأدب، الأدب في طالب العلم أعظم ما يكون له، الأدب أعظم ما يكون له. ماذا أفعل معك أستاذ أيمن؟ أعطيت القهوة للمعزيين ولا؟ يعني دكتور ما بتمرضه، ما في أحد يقوم مقامك إنك تأخذ مستشفى وتخلي حد يمرضه وتري وتيجي وبعدين ترجع له؟ لا، الاجتهاد ما ينفعش اجتهاد بمخاطرة بالدروس، مخاطرة بالدروس ما ينفعش فيها الاجتهاد. فهمتني؟ رضي الله عنك. أقول إخوتي الكرام، محمد أنا لم أرى السؤال، أي أحد يقول لي سؤالي يأتيني به هنا يقول لازم وليمة. أخونا الراجل قال لازم وليمة، شيخ ثروت لازم وليمة، اللي حصل بقى بكل التسامحات هذه فلازم يعني إن شاء الله بإذن الله. آه لا ده هيتبح لنا، هتذبح ايه سمان ولا ايه؟ نعم، نسأل الله ان يحفظكم. وطلعت المبيت بالطريق اثناء مرض زوجتي الله يرضى عنك يومين وليله امام المستشفى، فكنت امسح لصعوبه الخلع، فهل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح، ما كان لك الا يوم وليله لانك مقيم محمد، الا اذا كان المستشفى في سفر فعليك عاده صلاه يوم، عليك عاده صلاه يوم. قواعد الجرح والتعديل، المطلع على كتب الرجال الذي يبحث عن الرواة يعني لابد أن يراعي قواعد الجرح والتعديل ويتأكد بأن هذه الترجمة لهذا الراوي، لأنه طبعا احنا عندنا المؤتلف وليش المختلف ويكون فيها اشتباه. تفضل شيخ، أنا تفضل اشتباه، الاشتباه اشتباه الأسماء عليه، ويكون يعني اسما ثلاثيا مشتبه متفق في هذا الباب. أقول هناك قواعد في الجرح والتعديل لابد أن تطبق. أولا يبحث عن رأي كل إمام فيه وبنص عبارته إن أمكن والتثبت من نسبة القول إليه. أول شيء يقول هذا قول المعين، ويأتي إذا كان الدوري أو غير الدوري في هذا الباب يأتي بالسند الثابت عنه فيتأكد من قوله، وبعد التأكد من قوله يتأكد من الراوي هو الراوي أم غيره، يعني هذا هو الراوي هي ترجمته أم لا، ثم يفهم المصطلح الخاص بالإمام، ثم يفهم المصطلح الخاص بالإمام. قال فقد روى الكديمي عن علي بن اليمين عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان قوله لا أروي عن أبان العطار. الكديمي ليس بمعتمد، من معتمد الكديمي ليس بمعتمد، ضعيف. وأبان، أبان عندما ترجع لترجمتي تراه ثبتا في كل المشايخ، فكيف يحيى بن سعيد القطان يطرحه؟ فالرواية هنا الذي رواها الكديمي أصلا مردودة. وقال أبو عبيد الأجري، شوف احنا قلنا يبقى لابد أول شيء إيش؟ أنت اكتبها هذه، اكتب الثلاثة أنت اكتبها هنا، اكتبها هنا. لابد من إثبات القول عن القائل، ولابد إثبات الترجمة للراوي. والثالثة إيش الثالثة؟ أن تعرف مصطلح، مصطلح هذا الراوي. مصطلح، مصطلح، مصطلح خاص به. يحيى بن معين مثلا يقول لا بأس به، ولا بأس به عنده دي ثقة، لما بالاستقراء علمنا أنه إيش يقصد بها ثقة. لا بأس به عند غيره تكون حسن الحديث. وقال أبو عبيد الأجري، نعم يا شيخ تفضل تفضل يا شيخ. دائما لا بأس به ثقة في غالبه، في غالبه، لا لا في غالبه، في غالبه، لا عن يحيى بن معين بتكلم، في غالبه. قال أبو عبيد الأجري قلت لأبي داود حكى رجل عن شيبان الأبولي أنه سمع شعبة يقول اكتبوا عن أبي أمية بن يعلى فإنه شريف، شريف لا يكذب، واكتبوا عن حسن بن دينار فإنه صدوق فكذب الذي حكى هذا.
قال أبو داود ما يعني شيبان لم يصدق في مقال أو أخطأ في النقل. قال أبو عيد غلام خليل حكى هذا عن شيبان فقال أبو داود كذب الذي حكى هذا، كذب الذي حكى هذا، فلابد أن تتأكد من إثبات القول لقائله. وقال حمزة بن يوسف السهمي سألت أبا بكر بن عبدان عن ابن عقدة إذا حكى حكاية عن غيره في الشيوخ في الجرح هل يقبل قوله؟ قال لا يقبل، قال لا يقبل. وأيضا لابد من الاعتناء بمسألة الجمع والتفريق بين الرواة، لذلك قال المعلم اليماني ليستثبت أن تلك الكلمة قيلت في صاحب الترجمة فإن الأسماء تتشابه، وقد يقول المحدث كلمة في راون فيظنها السامع في راون آخر. قال الذهبي ذكر عمر بن نافع مولى بن عمر بن عدي وروى عن يحيى بن معين قال عمر بن نافع ليس حديثه بشيء فوهم بن عدي فإن ذا آخر وهو عمر بن نافع الثقفي. وقال ابن معين في عمر بن نافع مولى ابن عمر ليس به بأس، فلا بد ان تتاكد ان عن الراوي الذي فيه القول. هتقولي ضروري. القاعده الثانيه نقد الرواه امر خطير فلا يقبل الا من ورع يتقي الله في الحكم على الناس. عمل الله اكبر عذره معه. القاعده الثانيه نقد الرواه امر خطير لا بد فيها من التقى والورع، ولا اتكلم في هذا الباب الا من بلغ يعني في الورع والتقى مبلغه، لأنه تكلام على أعراض الناس وهذه حسابها عند رب الناس في عرصات يوم القيامة. وهذه صفة علماء الجرح والتعديل في الأمة، لكن بعض من تكلم في أعراضنا في الناس في الرواة أخطأ كثيراً لأنه لم تتوفر فيه الصفات، وده اللي اتكلمنا فيه. اللي بيتكلم في الناس جرح وتعديل لابد أن ننظر له هل توفرت فيه الصفات أم لم تتوفر فيه الصفات. فالضعيف المجروح لا يقبل جرح، ولذلك يعني ولا تعديله أيضا. قال مثل العلماء في ذلك كأبي الفتح الأزدي الموصلي في لساني فإن في لساني رهقا في الجرح ويجرح المجهولين وكثر ذلك منه فضعفه البرقاني والخطيب البغدادي وأهل الموصل. قال الذهبي وعليه في كتابي في الضعفاء مؤاخذات فإنه ضعف جماعة بلا دليل وقد يكون غيره وثقه، فهو يضيع الأمة إيش حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يضعف هذا الراوي يضيع الأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة لا بد من معرفة القول الذي قيل ملابسات هذا القول، الموقف الذي تكلم فيه العالم جرحا، لأن هذا يظهر لك أنه ممكن يكون ضعفه في بلد أو كمان إسماعيل بن عاش في الشاميين في بلد ضعفه في شيخ ماشي في شيخ واحد كما يقول سماك مضطرب في عكرمة، فيكون الأمر ضعفه في شيخ، ضعفه في بلد، ضعفه في حالة، أو ضعفه في حديث واحد ليس في مرواه. فالأحكام على الرواة المنقولة عن النقاد مراتب. المرتبة الأولى حكم لا يخالفه غيره إلا تغير الاجتهاد، وما قصد به الحكم على الراوي بالنظر إلى جميع المرويات وحاله من الضبط والعدم. إما أن نقول يعني هو تغيير الاجتهاد في هذا الباب، وهو اصلا لما ضعف على حاله خاصه فلا يصح تعميمها، فلا يصح التعميم. المرتبه الثانيه حكم الاصل فيه على انه على بابه في التعديل، ولكن اذا نقل عن ناقد او غيره او عن غيره ما يخالفه لم يعتد به ويكون في صور. الصوره الاولى ان يسال الناقد عن راوي، ان يسال الناقد عن راويين احدهما دون الاخر في الحفظ فيحكم على أحدهما بالضعف أو التوثيق أي بالنسبة للآخر. عندما يكون في السياق الكلام على راويين لابد أن تعلم أن الذي يأتي عن الراوي يكون إيش عن الناقد أن يكون بالنسبة لا بالإطلاق،
يعني يقول هذا أضعف من فلان أو هذا أوثق من فلان. لو قال هذا ثقة هذا أيضا بالنسبة طالما السياق عن راويين. فأنت كيف هتعرف؟ شوف الثقل وزن عليه. انظر للثقل ضعفا وتوثيقا وزن عليه. فيكون التوثيق أو الضعف بالنسبة للآخر قد يكونون ضعفاء وقد يكونون ثقات. يبقى بالثقل وتزن وتزن عليه. قال عثمان الدارمي سألت ابن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه كيف حديثهما؟ فقال ليس بي بأس. قلت هو أحب إليك أو سعيد المقبوري؟ قال سعيد أوثق والعلاء ضعيف. يعني العلاء ضعيف إيه؟ بالنسبة لسعيد. يعني هو في حاله ثقة لكن لما تيجي تقارن لا فين وفين؟ فين وفين؟ كحماد بن سلمة وحماد بن زيد تقول هما ثقتان وحماد تغير بآخرة. فتقول لما تقول حماد ضعيف يعني بالنسبة لمين؟ حماد بن زيد حماد بن سلمة مفهوم؟ الصورة الثانية نجمع الرواة في حكم واحد كالتوثيق مثلا فإن اختلف هذا مع أحكامه الأخرى فيحمل على أن له حظا من التوثيق. يعني لو قال الكل ثقة وهو فيهم ضعيف يبقى معنى ذلك أنه فيه شيء من الثقة. ولما انفرد في الكلام عليه قال لا ضعيف عنده وهم أوهام يخالف يهم كثيرا. لكن مع الثقات وأتى بحكم الثقات على التغريب فدخلوا ضمن الثقات دخلوا دخولا إيش جزئيا جزئيا لا كلين على الحكم الأغلبي. يقول أحد معين معاوية بن يحيى الصدفي روى عنه الزهري ومعاوية بن يحيى الآخر الأطرابلسي أبو مطيع ضعاف ليس بشيء ومعاوية الصدفي ضعيف. قال في ابن معين الهالك ليس بشيء وقال في الأطرابلسي قال ليس به بأس وقال مرة هو أقوى من معاوية بن يحيى الصدفي وقال مرة أخرى صالح ليس بالقوي. يبقى هنا أخذه بالتغريب على إيش؟ على التضعيف. أخذه بالتغريب على مع أنه في جزئية ثقة. لذلك لابد أن تنتبه لمثل ذلك. الصورة الثالثة أن يحكم الناقد عليه في صدد النظر في حديث خاص من الرواة قال عبد الرحمن بن قاسم قيل لمالك إن ناسا من أهل العلم يحدثون قال من هم؟ فقيل له ابن عجلان خلاف أصف ابن عجلان معروف. قال لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالما. تكلم عن حديث خاص حديث خلق الله آدم على صورته. تكلم عن حديث خاص ما تكلم على كلية ابن عجلان. نعم. قال الذهبي معقبا قال مالك هذا لما بلغه أن ابن عجلان حدث بحديث خلق الله آدم على يبقى هو سبب القطح إيش؟ حديث واحد في هذا الحديث لكن هو على الإطلاق يكون ثقة. وابن عجلان فيه متابعون وخرج في صحيح والصحيح أن الحديث صحيح. وقال أحمد بن قاسم رأيت أحمد ضعف رواية عكرمة ولم يرى رواية حجة. قال أبو بكر خلال هذا في حديث خاص وعكرمة عند أبي عبد الله ثقة احتج به. شوف يبقى هو ضعفه في حديث واحد لكن هو عند أحمد نفسه أنه إيش إيه أنه ثقة من الثقات. قال المعلم الياباني ينبغي أن تعلم أن كلام المحدث في الراوي يكون على وجهين أن يسأل عنه فيجيب يجيل فكره في حاله في نفسه ورواياته ثم يستخلص من مجموع ذلك ما يحكم به عموما. الثاني أن يستقر في نفسه هذا المعنى ثم يتكلم في ذاك الراوي في صدد النظر في حديث خاص من الرواية ليس على إيش على التعميم. فالأول الحكم المطلق لا يخالفه حكم آخر مثله إلا تغيير الاجتهاد. أما الثاني فإنه كثير ما ينحى به نحو حال الراوي في حديث خاص في وهذا مهم جدا. وهذا كما قلت سنراه عمليا في هذا الباب أنه لما يقول أكرمة ضعيف أكرمة ضعيف نعم ضعيف أو سماك ضعيف سماك ضعيف في أكرمة سماك ضعيف في أكرمة. تقول محمد بن خازم الدرير ثقة ثبت أصح الناس نقول أصح الناس كتابا في الأحمش لكن في غيره إيه؟ يضطرب في غيره يضطرب. فهمتم؟ طيب هذه ثلاثة قواعد في قواعد ثلاثة أخرى إن شاء الله نأتي بها في الدرس القادم لأن الوقت أزف عندي سفر. وأشكر لكم فضلكم اللهم أمين يا رب العالمين. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا
فذا فق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.